أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مع الدرس 13 من دروس فقه الأسرة، ولا يزال حديثنا يبين وينصرف لبيان الحقوق والواجبات الزوجية. مثلا وقيت درس 13 لدروس فقه الأسرة، نذكر باختصار واش درنا في الدرس السابق. لو تيتر، العنوان او المحور، الواجبات والحقوق الزوجيه، لي زوبليغاسيون، الواجبات اكذ لي دروا، يعني الحقوق. ومقام استقبالي تاعي نتورا ازرفان، ازرفان برغاز نغطمطوس نغورغاز او تمطوس. ندايت مثلا الف، الواجبات والحقوق المشتركه. نرنا با، نكشم ذي با حقوق الزوجه. ثورة الحقوق جيم، الحقوق برغاز. الور ما ديني الحقوق برغاز معناه واجبات المرأة، سيسا صافي. ما هي جيم؟ ما هي واجبات الزوجة تجاه زوجها؟ ما هي حقوق الزوج؟ أولا الحق الأول برغاز ذا شوث، الحق في الطاعة. إلى قثام الطوثي ستضوع أرغازيس، ثام طوثي ستضوع أرغازيس اتضوع. اذا انت ديريكتور بخام يا اخي، الزرم باللي كل شركات ساعه ديريكتور، لا كل حاجه ساعه المسؤول ينسى الاول. الور فذو كان سي الكون كامل، ربي سبحانه، ربي سبحانه هو رب الاكوان، رب السماوات والارض، رب واحد. من بعد صبت دوله طلع يكون عندها رئيس واحد، شركه ديريكتور واحد، إدارة من الإدارات مدير واحد، الإمام يسكن سوى ذاك عشر الأئمة، يون مثلا ديال البقرة، يون ديال الإعمران، يون يون. والهدف الأكبر هو نظام، لازم يكون نظام ويكون انضباط عام. ثوا شولت لا سوسيتي كيتها مشطوح، إذا غير قد تسعوا الرأي تسعوا قروا، أنو إذا قروا الشرع في كثير ورقاز، بناء على قوله تعالى الرجال قوامون على النساء. ارجاز ذمتا هو القوام، وهذه الايه يحفظها جميع الرجال كما تعلمون، الرجال قوامون على النساء. دي فوا ميم لا سويت ما كانش ذاكي، كان هنا ذا الرجال قوامون على النساء ابري ما نو ذا بون ذاكي. هناك خلاف، هناك نقاش بين العلماء، كان اللي قال لك ربي ما قالش الذكور قوامون على النساء، عصر وحكم ما قالش ربي الذكور قوامون على النساء، قال الرجال قوامون على النساء. الميساج هو ذاك وين؟ صافي دير ما إلا يون يطفكان يسرح كلش، يطفل ذكوامان، أور يخدم والو، أور سيتاك الحقوق يسوالو يستفكان الآياك. ميم 340 ندير نهضر لك يا سيدي، الرجال قوامون على النساء. على غاية مثلا، ألور الرجال قوامون على النساء، نفهم من هذه الآية باللي ذرجاز انت ذا قرب خام، ثم طوث الى قطبوع في دائرة المعروف، اذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني ارجاز تضوع ثم طوثيس لزور درسيف كلزور درجي لجيتيم، الاوامر الشرعية ماشية سيامر باش تشرمضان نغا تسوى كرمكم الله ينحرم ربي سبحانه نغ كذا ما كذا، ستدير ذي الحدود للشريعة الأوامر المشروعة، ذاكي ذي الواجب لا ستضوع إلا قطضوع. الرجال قوامون على النساء، والقوامة كما قال السادة العلماء قال قوامة شورية، ستدير إلى هذا الشور تمطوثيك ماشي معناتها مادام الشي ذا قروا ولا الشورى. هو ربي قال وأمرهم شورى بينهم، الله يقول لك الآية هذه البريزيدون وي الحكام يشاوروا، وشي حاكم ثاني دي فوا نفهموا الايات فهم معوج، تجيبوا ايه نطبقوها على الحكام، نطبقوها على الامراء، نطبقوها على السلاطين، نطبقوها على كذا، احنا كانه ربي قال وامرهم شرى بينهم في كل شيء. ازمر ثم تطيك تفكي ونراي يصلح انا خاطئ ازمر، ولكن لا ديسيزيون فينال. اما كان ديريكتور داخل المؤسسه هو يشاور، يشاور اللي شاب سيرفيس، يشاور العمال العامل البسيط يشاوروا، هذا يشاور لا ديسيزيون فينال هو الغرس وسيقرا وخدام المدير ضبرا قرو اتغضى ولي وبلا شريو فلاك نو
المدير مدير ثنتار يضبران أولا قالوا ثنتار يتحمل مسؤوليته. كذلك العلاقة بين الزوجين ممكن الزوج طبعا يشاور زوجته ولا حرج في ذلك، بالأمر مستحب، ولكن الرأي الأخير القرار الأخير يرجع للزوج. ولازم الزوجات يعرفوا هذا الشيء خطر ثمتو ثمو زرا الشيء كي زمان يضروا خسار أشتنا مكاية الشاور ثم بعد يتخلفوا يشاور حكم وي الرأي اللي ما يفغ في اللي ولا ظل صح الله يبارك موليش خاطئين الرأي ينقلوا ذي كاتي خدمان. أيوة الرجال قوامون على النساء. ذا نقطة قد حواج تفاصيل كثيرة لعلكم تسألون إن شاء الله في هذه الحلقة أو في الحلقات القادمة. ثانيا الحق والسن برجاز، الحق والسن برجاز حق القرار في البيت. ظرم كامل حصان بلي لا لوجيكا شو دقار ثمطوث داخل بخان أرجاز دي برا تاقي ماشي تعكس ثمطوث ذي برا تنجمع لك وارجاز اس كامل ذي تيليكوموند سوتو مع البارابولا كي سان 300 شين ليش فغرك الو خاطي ذا انت انت الواجب هذه فا غادي يخدم هذه تسوي كذا ثمطو الاصل الاصله خاطر توجور ليكسيبسيون الا لكل قاعده استثناء. الاصل ان المراه تكون في الدار، الاصل ان المراه مقرها البيت. ربي قال في القران الكريم وقرن في بيوتكن، الاصل ان المراه قراها في البيت والزرم حتى من حيث العبادات ذا شو يسوى ثم الطوث مرات الزال دوق خامس ساعة زر ذم قران ذا شو يسوى ثم الطوث ثرف ذا خامس ذا شو يسوى مردسين في قاون يبوهن دور قازيس أديف ثم الطوثيس دوق خامس هقياس ما شاء الله ذا شو يسوى ذا شو يسوى ذا شو يسوى. حتى من ناحية النفسية الراجل كي يجي للدار ما يلقاش مرته من ناحية النفسية يكون هناك شعور غير ماهوش مليح من ناحية النفسية. ربي في القرآن قال لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها إما ثم تثافي في زهر أي دخل الدار يقول لك أبي بري 1% 5% لقوها 90% ولاش ألو تصور هذه أثر على مستوى العقل نتاعو على مستوى النفسية نتاعو ممكن يجي نهار يحصل بينهم مشاكل لا حد لها. إذا كان يثمثل الحق ويسين برقاز حق حقه على زوجته أن تقر في بيتها القرار في البيت. الحق ويس ثلاثة برجاز أكتفي بهذا أصنف كانت الحقوق ثلاثة يسميس ولكن ويس ثلاثة يقيم قرة تخافوش يسميس حق التأديب. حق التأديب ثلاثة قاية ثماثن ما لا يعوجيون إما يعوجوا القازات استفتفع كوزة مطوص هل هذا يليق أو يستقيم أمي؟ سي با لوجيك وادي لوجيك هذا نفسي يدير طيب اذا جماعه الخير الشرع يفكاس حق التاديب. وان كان المستشرقين وهذوك بعض الناس اللي كتبوا على الاسلام يقول لك نو الاسلام هذا ضد المراه لا بروف يعطى لا 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 عكاز المراه الراجل باش يضرب مرته والاسلام هذا فيه عنجهيه فيه عنف يا اخي كيهضروا انا هضر كان تيراتير أثقر مشاكل ضرون دي الخارج دي فرنسا دي أمريكا دي الإنجليز هل ساتوالي إرقازن انغان ثلاوين سن شلحان تن تران تن دي تشكارين بيقين أما تشيد العنفة مش طوح إلا العنفة مقران العدوانة مقران أدور الله ثور نهضر زيها كابيناتنا أنوك خدم من ذا الضربة ثقيتي بركين كل ما ذنوكني وإن كانوا كني بوما عدد هناك استثناءات ولكن القاعدة العامة ذي نقدر وخسار ذي نقدر وخسار ذا مقران نكوني غورنا الشرع اللوجيك ما راكين حق التأديب. أما كنا دين المعلم يأدب التلاميذ ينس لو سيسر أسين يا راش لو برمي جور يا راش انت كون الصغرى خذ مثيث إخوي في بغان ألي السفلان طوافل غلق غضل في السقف أغرث نغور قارث خدمة تشويش أذي روح لك لصا قاذي أذغر نورا شاقي وقرنا لا مش الشيخ القديم قد له بايس التلاميذ التشويش ممنوعة إلا قد يخدم مكان. كذلك أرقز ما ثمتو صلا ممشوز الشرعي في كي غد كاترمد ربعة ذي نقطة ياقي كيف يمارس الزوج حق التأديب أمشي ريخدم الحق جينس ألف ثلا الآية باش يعني في آية في سورة النساء 35 واللاتي تخافون نشوزهن
في قثني ونتضوع أرجز نسون تفغان تفطاع سن آخره فعظوهن هذا البريمير ميد العظة العظة الموعظة واهجروهن في المضاجع واضربوهن. بعدين تسد الآيات اللي تكلمت عن تحكيم العائلة صافي إذا قلنا ربعة ألف با جيم دال ألف الموعظة الحسنة ربي قال فعظوهن معنى ما تشيل مرة كتخرج شوية غا بالعصا ألا شرعيناك زيور ذقوال أثم طوثة كم يهضور بي كم يهضور بي كم يتفغض كذا وكذا شوية الآن تحاول تحاورها إما بالترغيب إما بالترهيب. لو كان طيعيني ديري كذا وكذا نديك زوري مواليك وكذا ترغيب إما ترهيب لو كان ديري كذا وكذا كذا وكذا إلى آخره. في حاجة انتر بارونتيز التهديد بالطلاق لا يليق ماشي كل حاجة المرأة تخرجين نطلقك دخلين نطلقك ديري نطلقك فرو فرو يقول قرذيل ولا قرذيل شغل شانتاج. لو كان كمي دفع الجارة تفريضة لو كانت دسيمة ماس تفريضة لو كانت تفريضة نا ماشي عشانك سمعت المواعظة بالترغيب والترهيب. الترهيب ماشي سواقي سوى النظام تحرمها من بعض الأمور من بعض الزيارات من بعض الحقوق من بعض هذا هو المقصود. أيضا ترهبها بالضرب تقول مرة أخرى كما وضني فاسني مرة أخرى نروح للدوزيام إتاب ما ولاش ساقي أضيف منفعتش هذه دوزيام إتاب كاين الهجر في المضجع يعني أرجازتنا يعني يخلي زوجته لمدة 4 شهور ماكسيموم. العلماء قالك يجب أن لا يتجاوز مدة الإلى 4 شهور نشرح هذه الدرس بوساقي كاتر موا معني ممكن يخليها شهر شهرين وكذا إلى آخره بس ويخليها وهو في نفس الغرفة. ونقول بكل صراحة ماشي هي رقد هي هو في البالكون بعد قاعدة لا لا هذه مخالفات شرعية نكون معكم صريح لا يليق أيضا هذه المسألة تليق هذا هو الشرع. الشرع دخل في تفاصيل لازم نقول تفاصيل وهذا هو الأمر. الهجر ما يلزمش ديباسي 4 موا 4 موا لو ماكسيموم لو بلافون ايوه وكذا الحدام قران جيم اذا كان ما نفعش هذو لي دورومات اكواز اكواز ماشي مقرانه كما قال نبي صلى الله عليه وسلم سيوا كاكاي سي تدير كا ضربه مشطوح اتسوف ظن بعدا وسيرتيفيكا ميديكال الضف ديمانيك وتسوف دارتي كذاك كيهضر ربي. اما كدنيا سي ريسكي بالك انت داخل تدربي مانيس ساعة دوزيام دان تروازيام دان كي داوي كاوات صور دار بين النظام الور ايفيتي يعني العنف قام قران خاطئ. واضربوهن الضرب غير المبرح جيم إما إلا ولا شواقي هذا شمني مولان ربينا حكم من أهلها وحكم من أهلها يعني يون الاربيتراج يون سيت فاميلتيس يون سيت فاميلت برغاز ذا قايت مثل واليث إلا قد داويض وقدر يخدم من الصلح ماشي داويض وقدر يخدم من شواله خطر إزما داويض نتساتك دخثر يون سيت فاميلتيس يوساد ديجا يوساد يوين نظام يوساد الصلح ذاك الشيء ناس تقضي دوينا ام داويغ باش انفع زيرو ا زيرو ام داويغ لكنيون الا الى قوقاذني ساعة الصلح خطر ما بودي اكوزان وين سيني مثل اللي دار قاز اكارتي بذوها لو بوان دو ديبار وين سيني مثل دار قاز وين ليك مثل دار قاز وين ميك اذكر بالك تسي مغور قاعد سوغال يرث دو فامي مفهوم ربي مدي هضره في تحكيم العائلي ناك تخفيرض لعبدني الشرعي ناك تخفيرض لعبدني يسعن العقد المعقول يسعى الديالوج يزمر في حوار اذوال زيغان داير لا وغفل بالك المشكله في مخالفنا تفرون يمكن استعانه بشخص اخر جيبوا امام ولا اي واحد اخر ان تروازيام قرنك دلال الخير ماشي شرط دين من العائلتين ممكن داويض سيا وسيا ما ولاش تي كذا كتروح ضم بعد الحاجه اخرى هذه النابعة الشرط وضر طلاق كذا في قذاقية. على كل حال إن شاء الله توفى تأتي التفاصيل بعد نوضع الموضوع الطلاق نفصل فيه إن شاء الله وقدر إيث مثل وقيد حقاقي أنقارو إقسع الزوج ثورة كملنا المحورة إيث مثل القوة السريع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.